بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي بكام سبور وين ما كنتم. آخر أخبار الترجي قبل المواجهة المرتقبة ضد الوداد المغربي، هذا ما قاله طارق ثابت في الندوة الصحفية تاريخ المواجهات ونقاط قوة وضعف الفريق المغربي. أكثر تفاصيل باش تلقاو معنا كالعادة في الفيديو، تابعونا للآخر وما تنساوش دعم القناة. وصلت بعثة الترجي الرياضي التونسي خلال الليلة الماضية إلى مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، وتحولت مباشرة إلى مقر الإقامة لتمكين اللاعبين من قسط من الراحة. ومن المنتظر أن يخوض الفريق اليوم حصة تدريبية على أرضية الميدان الرئيسي لملعب محمد الخامس لوضع آخر اللمسات وتحديد تركيبة التشكيلة التي ستواجه الوداد المغربي في إطار ذهاب الدور النصف نهائي لمسابقة السوبر ليج. وأكد طارق ثابت في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة أن الترجي جاهز لهذه المعركة الكروية ويتحسن من مباراة إلى أخرى، كما أنه معتاد على الضغط الجماهيري ولا يخاف من أي فريق لكنه يحترم الوداد. وأضاف ثابت أن مباراة الغد هي الشوط الأول قبل مباراة رادس، والترجي لديه الخبرة الكافية ويطمح للتتويج باللقب. في نفس السياق تم تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم محمد أمين عمر لإدارة هذه المباراة. هنا نحب نفتح قوس صغير ونسكروا في ساعة، علاش تعيين الحكم هذا؟ ونعرف الحكم ماذا يعني يدفر للترجي في البطولة الوطنية، نعرف الأداء متاعه يعني متوسط، وزيد أنه فما فريق مصري في الدور النصف النهائي الآخر اللي نجم يترشح للدور النهائي، ربما تكون فما بعض الحسابات. نستبعد الشيء هذا، ولكن كل شيء وارد وكل شيء مطروح في كرة القدم الإفريقية، ونتوقع أي حاجة. هذاك علاش كل ملاحظة لازمنا نحكيه عليها وكل حاجة يعني نعطيها حقها. أما عن أخبار الوداد المغربي والذي حسم التأهل للمربع الذهبي على حساب إنيمبا النيجيري، فاز عليه في مباراة الذهاب والإياب بمجموعة 4 أهداف. ما زالت الشكوك تحوم حول مشاركة المهاجم الليبي حمد الهوني مع الوداد، ويعاني المهاجم الليبي من إصابة عضلية كانت على ظلها في المباراة الأخيرة لفريقه أمام إنيمبا في نيجيريا. في المقابل أشهد التشكيلة عودة المهاجم بولي جونيور الذي غاب عن المواجهة الأخيرة لفريقه بسبب الإصابة كذلك. ومن المنتظر أن يعول عادل رمزي مدرب الوداد على التشكيلة التالية: في حراسة المرمى يوسف المطيع، خط الدفاع أيوب عملود، أمين أبو الفتح، جمال حركاس، يحيى عطي الله، وربما نشاهد زاد إلياس الشتي متواجد في التشكيلة. خط الوسط يحيى جبران، زكريا الدراوي، فيان أحناش، خط الهجوم هشام بوسفيان، سيف الله بوهرة، أو حمد الهوني، الشرفي البحري، أو جونيور ساميو. إذن هذه التشكيلة المحتملة للوداد المغربي. كما حكيت لكم إمكانية يعني غياب حمد الهوني عن هذه المباراة وارد جدا، لأنه يعاني من إصابة عضلية كانت عرض لها في مباراة الذهاب. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي ما فماش برشا تغييرات حسب آخر الأخبار والأصداء اللي تجينا من المغرب. فما تغيير ذكر رسمي متأكدين منه، السهيلي مكان بن حميدة المعاقب يعني، وتحصلوا على زوز انذارات في مباراة الذهاب والإياب ضد مازيمبي نقولي. وفما تغيير وحيد ربما نقول ربما في يكون في وسط الميدان، يعني اللاعب أقبلو ينجم ياخو بلاستيان ساس، وماهيش مؤكدة الحكاية هذه، ولكن ربما نشهد تغيير في خط وسط الميدان. خط الهجوم مش يحافظ على نفس الأسماء اللي لعبوا في المباراة الأخيرة، غشة وبقرة كيف رودريغو رودريغاز، ينال الثقة من جديد من المدرب طارق ثابت. هذه إذن متابعين الكرام التشكيلة المحتملة للفريقين. مش نحكي وزاد على نقاط قوة ونقاط ضعف الوداد المغربي. هذا الفريق صحيح الفريق هذا ترشح إلى الدور النصف النهائي بتسجيل 4 أهداف كاملة، ولكن يعني عنده نقاط ضعف كما عنده نقاط قوة، إن شاء الله باش نحكيه عليها في الفيديو هذا. قبل ما نبدأ ونحكيه على الموضوع هذا، ما تنساوش كاللايك وما تنساوش كيف الاشتراك في القناة.
كنت شاهدت تقريبا زوز ولا ثلاثة مباريات الأخيرة للفريق المغربي. يعتمد الفريق على الخطة 4-2-3-1، يعتمدوا برشا على الظهيرين ويطلعوا في كل الكرات تقريبا. ومن الفرق القلائل اللي نشاهدوا فيها يعني الظهير الأيمن والظهير الأيسر يطلعوا مع بعضهم ويسجلوا الأهداف ويكونوا هما مصدر الخطر المستمر على طوال المباراة. دونك لازم نردوا بالنا من الأظهرة متاعهم، كما قلت يعتمدوا عليهم برشا في اللعب متاعهم ويعملوا التفوق العددي. كيف خط الوسط اللي فيه زكريا الدراوي لاعب مفتاح لاعب الوداد، يسرع اللعب برش ويلعب بين الخطوط، لاعب مهاري ولاعب يعرف وقتاش يسيب الكرة وقتاش يرفع في النسق وقتاش يطيح في النسق. يعتبر هو القلب النابض للوداد المغربي في خط وسط الميدان، واللاعب رقم 10 لاعب كما قلت مهاري وسريع وقصير حتى في القامة متاعه، يعني لاعب سريع جدا ويصعب انك يعني تتعامل معاه خاصة في الواحد ضد واحد. الحذر واجب من هذا اللاعب. الفريق بصفة عامة يعتمد على الهجمة المركزة، ما يطيشوش برشا كورة، ما يلعبوش الكرات العالية، يحاولوا يخرجوا بكورة بنظافة كما يقولوا، يخرجوا بكورة من الدفاع الى الوسط الى الهجوم، ويعتمدوا كما قلت لكم برشا على الأظهرة اللي هي نقطة قوة ونقطة ضعف في نفس الوقت، لأنهم كي يطلعوا يخليوا برشا لسباس وراهم. لازم الترجي الرياضي التونسي وطارق ثابت يعتمد على النقطة هذه، خاصة كي نفكوا الكرة لازم نلعبوا على الأظهرة ونسرعوا الهجمة وتكون هجمة معاكسة باش نخلقوا هذاك عدم التوازن للفريق المنافس. هذا بينا لمسة لمستين الكرة توصل للغشة ولا توصل للبقرة باش نجموا نعملوا الخطر وباش نخلقوا فرص اختيرة. نقاط الضعف الأخرى كيف محور الدفاع. نقطة ضعف هو جمال حركاس، لاعب طويل في القامة، لاعب يعني يضرب مليح بالرأس وكرات العالية كل بريسك يأخذهم، ولكن في سقيه رزين وفي سقيه يعني ما يعرفش يتصرف بالكرة، خاصة كي يصير عليه البريسك يصير عليه الضغط اللاعب يرتبك سريعا وينجم يغلط. دونك النقطة هذه زادة لازم طارق ثابت واللاعبين وخاصة المهاجمين يعرفوا وقت ايش يضغط ويعرفوا وقتاش يعني يبرسيو على قلب الدفاع خاصة، وتنجم تجي الأهداف بطبيعة الحال. حارس المرمى كيف حارس المرمى اللي هو يعني مش الحارس الأساسي، حارس متوسط الأداء خاصة كي تشوت من بعيد تنجم تمركي لأنه ناقص نظرة. هذه تنجم تكون هي مفتاح فوز الترجي الرياضي التونسي أو نرجع بنتيجة إيجابية من المغرب. أكيد باش يكون فما ضغط كبير من جمهور الوداد المغربي، ولكن لاعبي الترجي معتادين على ضغط الجماهير وما يخوفهمش يعني حتى كي يلعبوا قدام 100,000. نقطة إيجابية نحب نحكي عليها وبعد باش نحكي على بعض النقاط السلبية. النقطة الإيجابية باش يمكنوا جمهور الترجي الرياضي التونسي من دخول الملعب بصفة مجانية، فهذه نقطة يعني ممتازة جدا نشكر عليها مسؤولي الوداد المغربي. النقاط السلبية اللي نحب نحكي عليها ونحب نفتح قوس ونشوف يعني في بعض الصفحات وفي بعض وسائل الإعلام المغربية اللي قاعدة تهاجم في الترجي الرياضي التونسي، خاصة بعد الحادثة والواقعة الشهيرة في 2019 وانسحاب الفريق المغربي آنذاك من المباراة يربح الترجي يعني في أروقة الطاس بعد الأحداث الكبيرة اللي تعرفوها من غير ما نرجع للتفاصيل متاعها. قعدوا شادين الغيظ كما يقولوا، قاعدين وقعدت لهم الحكاية ذيك في قلوبهم. برشا صفحات وبرشا وسائل إعلام قاعدة تبث في حاجات خايبة. احنا شعوب عربية وشعوب مسلمة ما نحبوش تكون فتنة يعني بيناتنا على خاطر مباراة كرة القدم، ولكن إذا هما مش باش يحترموا أنفسهم، إذا هما مش باش معناها يسيبوا عليه من الحكايات والترهات الفارغة، النجم نعطوا للمستنقع نتاعهم والنجم نجاوبوهم كيما هما يتحدثوا كيما هما يتكلموا. دونك التاريخ واضح، التاريخ يعني هزين على دوراتهم تزربت أبطال وهزين كيف بطولة عربية. آخر 8 مواجهات بين الفريقين الترجي يفوز في 3 مباريات ومتعدين في 5. دونك تاريخك يعني أظلم مع الترجي الرياضي التونسي وما عندكش تاريخ من أصله اللي باش تحكي، وقاعدين يهددوا مش مباراة ثائرية ومش ننتقل من الترجي الرياضي التونسي وباش نعملوا في الاخر راكم ما عندكم ما تعملوا يعني، واذا تخموا باش تعملوا حاجه او في بالنا. دونك موضوع ونفوتوه موضوع ونتجاوزوه لانه فما مباراه عوده كل شيء راهو ينجم يصير ومهما كان اسم الفريق. نعرفوا يعني الثقل نتاعكم في الكاف ونعرفوا الكواليس نتاعكم، عندكم ايد كبيره في الكاف، ولكن بحول الله الترجي الرياضي التونسي باش يخرج من هذه المواجهه يعني بنتيجه ايجابيه. عندنا الثقه في اللاعبين، عندنا
ثقة في طارق ثابت وكيف كيف في المسؤولين اللي لازمهم يحلوا عينيهم بالكدا ويكونوا يعني يقظين، خاصة أمام كما قلت لكم الكواليس اللي تنجم تصير في أروقة الكاف، ونعرفوا يعني تأثير لكجع والمافيا يعني اللي في الكاف. دونك إن شاء الله الترجي الرياضي التونسي يقوم بمباراة كبيرة فنيا وتكتيكيا على أرضية الميدان. ماركي يحط الكرة في الفيليه، راهو الاربيتر ما ينجمش ينحيلك الكرة من الفيليه. عندنا ثقة كما قلت لكم، ونعاود في الإطار الفني في كل اللاعبين، إن شاء الله نبنيه على المباراة الأخيرة اللي لعبناها ضد مازيمبي الكونغولي، ونقدم مباراة جيدة ضد الوداد المغربي، فريق محترم جدا ولكن فريق ما يخوفش. لازمنا احنا نكونوا حاضرين، لازم احنا نكونوا في نهارنا، لأنه خافوا كان من أنفسنا. إذا نكونوا لا قدر الله مانيش في نهارنا، نجموا نتعداو بجانب الحدث، ولكن الثقة كبيرة في طارق ثابت، الثقة كبيرة في كل اللاعبين اللي مش يكونوا موجودين على أرضية الميدان، وكيف كيف الجماهير اللي مش تكون حاضرة في الميدان. فما يعني عدد محترم من جماهير الترجي تنقلت إلى المغرب باش نشوفوا إن شاء الله جماهير الترجي كل البلدان، وفي تنقلات كبيرة بحول الله. إن شاء الله زين، إن شاء الله مربوح على الترجي الرياضي التونسي غدوة، وإن شاء الله نعطيكم التفاصيل الخاصة بالمباراة، وخاصة القنوات الناقلة وين تنجم وتتفرجوا التوقيت وكل التفاصيل الأخرى إن شاء الله تلقاوها في فيديو غدوة بحول الله. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه، إن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.